كل هذا التصعيد يعكس غياب للرشد. عندما نشاهد هذه الممارسات من النظام البحريني، أنا شخصيا أشعر بالقلق على سلامة المتظاهرين. لحد الآن الحكومة البحرينية سمحت للمتظاهرين بالبقاء ولمدة طويلة، وهذا شيء إيجابي. ما نتطلع إليه أن تأخذ الحكومة خطوة صحيح في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى شخصيات مثل الشيخ عيسى قاسم ومكانته. هو بالإمكان أن يكون ركن أساسي إلى أي تسوية في البحرين. أي تسوية في البحرين تحتاج إلى مواقف شجاعة، وتحتاج إلى مواقف من شخصيات ذات شعبية عالية. الشرخ الذي حصل في البحرين عميق جدا بين العائلة الحاكمة والشعب البحريني، وأنا لا أرى أن هناك مستقبل للبحرين إلا أن نعالج هذا الشرخ.